إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن حرق القرآن الكريم عمل مشين ندينه بشدة. هناك العديد من القضايا المرتبطة بهذا الحدث والذي يجب أخذها في الاعتبار عندما نعمل على وضع استراتيجيات للتعامل مع هذا العمل الغير حضاري. قد لا تكفي خطبة واحدة للتطرق إليها جميعا، سأركز على إحداها في هذه الخطبة، وقد نتحدث عن الباقي في الخطب القادمة بإذن الله تعالى. نسأل أنفسنا، ما معنى حرق القرآن؟ حرق نسخة ورقية واحدة من القرآن الكريم لن يؤدي إلى التخلص من القرآن. في الوقت الذي تم فيه حرق نسخة واحدة من القرآن في السويد، ربما يتم طباعة عشرات أو ربما مئات النسخ من القرآن الكريم الجديدة في مكان آخر. ولكن حرق القرآن على الورق عمل رمزي يحمل معاني عدة وعميقة. إنه أولاً إساءة للمسلمين في جميع أنحاء العالم وليس في السويد فقط. إنه يدل على نبذ الإسلام، رفض الإسلام، ودعوة الناس للتخلص من القرآن والإسلام، خصوصاً في البلدان التي وقع فيها هذا الحدث المشين. والشيء الأكثر إثارة للقلق من حرق نسخة ورقية من القرآن هو أن يحرق القرآن من قلوب وحياة المسلمين. عندما ترى مسلماً لا يستطيع قراءة القرآن الكريم، فاعلم أخي في الله أن القرآن قد احترق في قلب هذا الشخص. عندما تسمع الشباب يغنون العديد من الأغاني عن ظهر قلب، بينما لا يستطيعون قراءة القرآن الكريم، قراءة سور من القرآن عن ظهر قلب، فهذا يدل على أن القرآن قد احترق في قلوبهم. إن تعمد نشر المخدرات والكحول والفسق والفجور في الأمة الإسلامية هي محاولات لحرق القرآن الكريم في قلوب وحياة الناس، حياة المسلمين. الملحدون الذين يعملون بجد لإقناع الشباب المسلم بالتخلي عن إسلامهم والإلحاد، والجماعات الدينية التي تستهدف المسلمين خصوصاً الفقراء وتقدم لهم المساعدات المالية لقاء أن يبدلوا دين الإسلام بدين آخر، هي محاولة لحرق القرآن الكريم في قلوب هؤلاء المسلمين. إذا كانت الأمور الدنيوية تشغلنا عن أداء صلاتنا وواجباتنا الإسلامية، عندما ينشغل بعض المسلمين بأعمالهم وتجارتهم في الوقت الذي يقوم الخطيب بإلقاء خطبة الجمعة، فهذا يعني أن القرآن قد احترق في قلوبهم وفي حياتهم. كل هذه الأعمال المتمثلة في حرق القرآن في حياة المسلمين أخطر بكثير من حرق نسخة من القرآن مكتوبة على الورق. فماذا نفعل أيها الإخوة الكرام؟ كيف نرد على المسيئين الذين يحرقون القرآن المكتوب على الورق ويحاولون حرق القرآن الكريم في صدورنا وفي حياتنا؟ من أهم الاستراتيجيات للرد على هذا السلوك المشين المتمثل في حرق القرآن ليس التصرف بعنف من قبل المسلمين، لا نريد عنفا أبدا. بدلا من ذلك، يجب تعليم الناس القرآن الكريم، وزيادة عدد الذين يقرؤون القرآن، وزيادة عدد الأشخاص الذين يجعلون القرآن منهجهم وسبيلهم في هذه الحياة. فلنجعل كل هذه المحاولات لحرق القرآن سواء على الورق أو في قلوبنا وفي حياتنا، لنجعلها فرصة لنا لزيادة تعلقنا بالقرآن الكريم، لنجعلها فرصة لنا لننتبه لما يحدث من حوالينا. يجب أن تمنحنا هذه الأحداث الزخم للعودة إلى القرآن وتعلم القرآن وقراءته والاستماع إليه باستمرار، وتشجيع الآخرين على تعلمه وقراءته والاستماع إليه وتطبيقه في حياتهم. لهذا السبب أيها الإخوة الكرام،
لهذا السبب ذكرنا في الأسبوع الماضي أننا نحتاج إلى إرسال أطفالنا إلى مدارس إسلامية ليتعلموا الإسلام والقرآن الكريم. في بعض الإسلامية الفقيرة من الجميل جداً أن ترى الأطفال هناك يتعلمون القرآن على الرغم من كل المصاعب التي يعاني منها الناس في تلك البلاد، فبارك الله فيهم وفي أهلهم وفي من يعلمهم القرآن الكريم. والله هذه أفضل استراتيجية للرد على حق القرآن. نحتاج إلى تعلق أكبر بكتاب الله تعالى، همة أكبر لتعلمه، والتزام أكبر بتطبيق أحكامه في حياتنا. والله أيها الإخوة، على سبيل المثال، والله المسلمة التي تتمسك بالحجاب في القرن 21 في أي بلد في العالم، إنها تحفظ القرآن في قلبها، وهي إن شاء الله تحرق قلب ومشاعر الرجل الذي يحرق القرآن. فلندعو إلى الإسلام وإلى اتباع القرآن، ولنبقى مرتبطين بالقرآن وبأحكامه. إذا تمكنوا من حرق النسخة الورقية من القرآن الكريم، فيجب علينا ألا ندعهم يحرقون القرآن في قلوبنا وفي حياتنا. في الختام أسأل الله سبحانه وتعالى وأقول: اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وأعنا على تطبيق أحكامه في حياتنا. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Dear brothers and sisters, burning the Quran is an uncivilized and irresponsible act, which we strongly condemn. There are several issues associated with this event that need to be taken into consideration when we work on setting strategies to deal with this problem. One khutbah may not be enough to cover all the aspects, to address all of them. So inshallah, I will focus on one of them in this khutbah, and maybe inshallah in the future we'll discuss the rest of the aspects. We ask ourselves today, what does burning the Quran mean? Burning one paper copy, a hard copy of the Quran, will not lead to getting rid of the Quran. At the time when a copy of the Quran is burnt, maybe in Sweden or anywhere else, possibly tens or maybe even hundreds of new copies would be printed somewhere else. Rather, burning the Quran on paper is just a symbolic act, which carries some deep meanings. It is firstly an insult against us as Muslims worldwide. It denotes rejection of Islam and Quran. And it also denotes calling people to get rid of the Quran and to get rid of Islam in the countries, especially in the countries where this event takes place. So, what is more worrying than burning a paper copy of the Quran is to have the Quran being burned in the hearts and the life of the Muslims. This is something very serious. When you see a Muslim who cannot read the Quran, effectively, the Quran is burnt in the heart of this person. It's not in the heart of this person. If the Muslim can't read the Quran, doesn't know anything of the Quran of by heart. When you hear young people singing many songs by heart, while they can hardly say surahs of the Quran by heart, this tells that the Quran has been burnt in their hearts. The intentional spread of drugs, alcohol, and immorality, especially sexual immorality in the Muslim Ummah, are all attempts to burn the Quran in the hearts and life of the Muslims. Atheists who work hard to convince Muslim youth, especially, to renounce their Islam, to move away from Islam, to abandon Islam, and become atheists like them, and also religious groups who target poor Muslims and they pay them money, they offer them some financial aid in order to encourage them to change their religion, to change Islam, are effectively trying to burn the Quran in the hearts of these people. When worldly matters distract us from performing our prayers,
When some Muslims are busy with their trades, with their businesses, while the Khatib is delivering the Jum'ah khutbah, so they don't attend the Jum'ah khutbah and prayer, that means the Quran is burnt in the hearts of these Muslims. All these acts of burning the Quran in Muslims' life are much more dangerous than burning a hard copy of the Quran in Sweden or anywhere else. So what shall we do? How should we respond to such events? One of the most important strategies to respond to this uncivilized behavior of burning the Quran is certainly, of course, not to act violently. Rather, it is to teach people the Quran, to increase the number of people who read the Quran, to increase the number of people who make the Quran their guide and their way of life. Let's make all these attempts of burning the Quran, whether on paper or in our hearts, let's make them an opportunity for us to increase our attachment to the Quran, to become alert to what's happening around us. These events should give us the momentum to return to our Quran, to learn the Quran, to learn it off by heart, to read it, to listen it, and apply it in our life constantly. And we should encourage others also to learn it, to read it, listen to it, and apply it in their life. This is why last week we mentioned that we need to send our children to Islamic schools in order for them to learn Islam and to learn Quran. Something really amazing. In some poor Muslim countries, it is very pleasing to see children, little children, learning the Quran despite all the difficulties, all the hardships people over there are experiencing in these countries. They are still attached to the Quran. They are so poor, but they are attached to the Quran. This is how we should respond to burning the Quran. So we increase the number of those who learn the Quran, who memorize the Quran, and they apply it in their life. So may Allah bless them and bless the parents and those who teach them. Wallahi, this is the best strategy to respond to such despicable acts of burning the Quran. We need to have greater attachment to the book of Allah subhanahu wa ta'ala, greater momentum to learn it, greater commitment to apply it, to apply its rulings in our lives. Wallah, the Muslim woman, as an example, the Muslim woman who adheres to wearing the hijab in the 21st century in any country in the world is protecting the Islam, is preserving the Quran in her heart. She is preserving it. So this is the way we need to respond to it. And by this act, inshallah, she's making the enemies of the Quran so furious. So let's keep calling people to Islam and to the Quran. Let's stay attached to the Quran and its rulings. If they can burn one copy of the Quran on paper, we must not let them burn the Quran in our hearts and in our life. In conclusion, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us among those people who are the people of Quran, who are Allah's own people, and who are closest to Him. O Allah, enable us to learn Quran, enable us to remember it, and to memorize it, and to apply it in our life. Allahumma ameen. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة وعن التابعين إليهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.